وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وهذا الكلام من باب أن الله تبارك وتعالى يذكر جهلهم وجرأتهم عليه سبحانه وتعالى، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث. هو الذي ذرأ، هو الذي خلق، هو الذي أنشأ سبحانه وتعالى، وهؤلاء لجهلهم يجعلون له السيء سبحانه وتعالى، وهو مالك كل شيء ومعطي كل شيء سبحانه وتعالى. قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، الحرث الزروع والثمار، والحرث هو بذر البذور. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالحرث الأصل فيه البذر، وعبر عنه هنا بالخارج من الأرض. وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق وأنشأ سبحانه وتعالى وبرأ، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. الأنعام المعروفة هي الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغنم بنوعيها الضأن والمعز، هذه هي الأنعام إذا ذكرت، كما قال الله تبارك وتعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، أي الذكر والأنثى. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أي حظا وقسما، فقالوا هذا لله بزعمهم. والزعم عند العرب هو البعد عن الحق، يعني أضعف القول، يعني بعيد عن اليقين والحق. غالبا تستخدم العرب زعم يعني كلام حاول أن تتثبت منه قبل أن تقبله. زعم الفرزدق أن سيقتل معمرا فابشر بطول سلامة يا معمر، يعني زعم فوت. هذا بزعمهم، وفيها قراءتان: بزعمهم وبزعمهم بضم الزاي، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، أي جعلوا الأنعام والحرث، قالوا هذا لله وهذا لشركائنا. والله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، ويقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الشراكة سبحانه وتعالى. فضلا عن هؤلاء جعلوا مع الشراكة أيضا سوء الكيل، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هذا سوء الحكم أيضا. فيقول: إذا هبت الريح مثلا والطعام الذي وضعوه لله أخذته الريح إلى شركائهم إلى أصنامهم، قالوا خلاص ذهبت إليها ما ترجع. لكن إذا أخذت الريح ما كان لشركائهم وذهب إلى الجهة التي جعلوها لله فإنهم يعيدونه مرة ثانية، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعاد، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. والله غني عنهم سبحانه وتعالى. والمقصود أنه لله يعني الذي يعطونه للفقراء والمساكين تقربا لله سبحانه وتعالى، يقول هذا لله ثم يعطونه للفقراء والمساكين، وذاك لشركائهم، يعني هذا نتقرب به إلى الله وذاك يتقربون به إلى شياطينهم من الأصنام والأوثان وغيرها. يقول:
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يرجع مباشرة، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يعني أعطوا الحظ والنصيب لشركائهم من الأصنام والأوثان. قال الله جل وعلا: ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، حكمهم سيء. وسماه حكما تجوزا، وقل هذا ليس بحكم، هذا جو على الفقراء وعلى المساكين، لكن هكذا كانوا.